وجه رئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادات بشأن ممارسات يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، وأشار خلال مشاركته في قمة مجموعة بريكس في البرازيل إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني عقوبات وإجراءات الحماية التجارية. وأبلغ بوتين زعماء دول المجموعة قائلا: لا شك في أن الاقتصاد العالمي تأثر بأساليب المنافسة غير العادلة التي يتم تطبيقها بشكل متزايد في التجارة العالمية، لافتا إلى التأثير السلبي للعقوبات الاتحادية.